التفتت إليه قالت يا عبد الله ما لوقوفك عند باب داري؟ قال يا أمة الله أنا عطشان أريد قليلا من الماء. دخلت هذه المرأة جاءت بقدح فيه ماء شرب منه مسلم أرجعه إليها هي دخلت بالقدح مرة ثانية خرجت وإذا به لا زال واقف ما تباعد عن البيت. التفتت إليه قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ أنت تقول شنت عطشان وتريد ماء وقد سقيناك الماء بعد ما معنى وقوفك؟ يا عبد الله لا أحل لك الوقوف على باب داري انصرف ما أريدك بعد تقف عند باب داري. قالت شربت الماء لا توقف على الباب قالت شربت الماء لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك درد القمر غرب والنجم دار روح بعجل لهلك قبل ما يهود الليل واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار أنت غريب؟ قال نعم. صاحت هلك في وين؟ قالها بالمدينة صاحت هلك في وين؟ قالها بالمدينة وعنها ارتحلنا والدهر جاير علينا عمي علي ومسلم أنا اللي تذكرونه مخذول ومسيت ببلدكم ما لينصى يقلها يا وعيني مستدير يقلها يا وعيني مستدير أنا لا أهل عندي ولا عشيرة عشيرة مثل حيرة ما هجرت حيرة حيرة أنا مسلم الفقيد نصيرة عمامي وهلي بغير ديرة أنت مسلم؟ قال لها نعم. قالت على الرحب والتكريم تفضل أفردت إليه دارا دخل في الدار قدمت له طعامه تفضل يا مسلم سيدي تناول إني أظنك جائع. قال لا أريد طعاما ولا شرابا أريد قليلا من الماء حتى أسبغ الوضوء وأصلي. جاءت إليه بالماء أسبغ الوضوء وقف يصلي قائما وقاعدا وراكعا وساجدا وتال للقرآن ومناجي ربه حتى قرب الفجر. جاءت إليه طوعة سيدي ما رأيتك رقدت البارحة. لا بلا بلا رقات هومت عيني ورأيت رؤيا رأيت أن عمي أمير المؤمنين يناديني قائلا العجل العجال الوحى الوحى ما تأويل رؤياك سيدي؟ قال إن صدقت الرؤيا فإن هذا اليوم آخر أيامي في الدنيا ما إن أتم مسلم كلامه وإذا بأصوات الخيل والرجال قد أحاطت بدار طوعا. أيوة مصيبتها ومسلمة وسيدة سيدي هذه أصوات الخيل والرجال. قال لها علي بلامة حربيه أعطته لامة حربه تقلد لامة حربه مسك السيف بيمينه فتح الباب هجموا عليه أخرجهم من الدار صار يقاتلهم قتالا مستميتا. أين الصارخون ومسلمة
هذا ومسلم وحيدا فريدا، وكان عددهم قرابة 70 وقيل 300. قتل منهم مقتلة عظيمة حتى قتل منهم 41 رجلا وهو يرتجز ويقول: أقسمت لا أقتل إلا حرة، أقسمت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا مرة أخاف أن أغدر أو أغر. رد شعاع الشمس فاستقر ومسلما حتى أخذ القتال منه ما أخذه. محمد بن الأشعث أرسل إلى عبيد الله بن زياد أن مدني بالخيل والرجال، قال: وإحاك لقد أرسلتك إلى رجل واحد وأنت تقول مدني بالخيل والرجال، فكيف لو أرسلتك لمن هو أشد منه بأسا؟ يقصد الحسين بن علي. أرسل محمد مرة ثانية إليه، قال: يا أمير، أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنما أرسلتني إلى ليث ضرغام وأسد همام. قال له: اصنع له مكيدة. صار مسلم يقاتل قتالا مستميتا حتى أسند ظهره إلى جدار يريد أن يستريح. أحسن الله لكم العزاء، وإذا بهم يرمونه بالقصب المشتعل بالنار وهو يقول: ما لكم ترموني بالقصب النار؟ وكأني من الكفار وأنا من أهل بيت النبي المختار. قالوا: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة. فصنعوا له حفيرا غطوها بالدخل والتراب، بينما مسلم يقاتل وقد برز إليه لعين بكر بن حمران لعنه الله، فضرب مسلم على شفته فشقها. أين الصارخون ومسلما؟ فسالت الدماء على فمه الشريف وهو على تلك الحالة يقاتل ولا يلتفت يمينا وشمالا حتى سقط في تلك الحفيرة. أيوة مسلما ومصيبته، وهو وحيد فريد ليس معه نصر ينصره ولا معين يعينه، لولا القضاء والحيلة، لولا القضاء والحيلة ما صاب مسلم صايب، لولا القضاء والحيلة، لولا القضاء والحيلة، لولا القضاء والحيلة ما صاب مسلم صايب، لولا القضاء هو اللي عليتهم ثبتوله، يا ليتهم ثبتوله وبوحدته ما فكر، والحيلة المعمول ما صعب مسلم صايب، لولا القضاء صول عليهم وحده، يا حيه من صال صلاة عم حيدر، يا ليتهم ثبتول
وبوحدتي ما فكر والحيلة المعمور ما صاب مسلم صايب لولا القضاء الله يا أهل الكوفة ما حد منكم طاع الله يا أهل الكوفة ما حد منكم طاع ولولا القضاء والحيلة لولا القضاء وطاعة تصيح على السطح وجه الكسيرة ليتك حضرت شوف يا شيخ بن عمك المبرور طايح فيل قاده مثل الطير مكسور الجنا ظلت تنخيهم يا هالكوفان رحموا وهذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا خلوه يمشي براحته قلبي خافوا من الله ما لكم مذهب ولا عندي بعد هذا الموقف وأسألكم الدعاء لما أخرج مسلم بن عقيل من تلك الحفيرة ربقوا رجليه بالحبال وصاروا يجرونه والناس ينظرون إليه بين شامت ومتفرج أيوة مسلما وكان الطوعة تمشي خلفهم وتنادي دعوه دعوه ثم التفتت إلى مسلم كأني بها صارت تخاطب مسلم تقول له نور عيني مسلم إن سلمت من أيديهم ولحقت بالحسين فابلغ عني السلام التفت إليها قال يا طوعة لا أمان ولا سلام بعد هذا اليوم لكن يا طوعة أنا عندي إليك وصية إن هي إلا أيام وليالي سوف يدخل عليكم ركب السبايا في هذه البلاد زينب وأخوات زينب ومن ضمن الأطفال ابنتي حميدة اقرأيها عني السلام يقولون جاءت الأيام والأيام حتى وصلت قافلة السبايا ودخلوا إلى أرض الكوفة جاءت طوعة تبحث عن هذه الطفلة التي قد أوصيت بسلام خاص إليها وين راحت؟ راحت إلى زينب قالت لها سيدتي قالت نعم قالت من الأطفال هي ابنة مسلم بن عقيل قالت ولم تسألي؟ قالت أنا عندي رسالة وأريد أوصلها إليها قالت لها تلك البنت الصغيرة ذهبت إلى تلك البنت جلست على الأرض أخذت الطفلة وضعتها في حجرها وصارت تمسح على رأسها التفتت هذه البنت إلى هاي المرأة قالت من أنت ولم تصنعي هكذا قالت أنا طوعة أي طوعة قالت أنا الذي أجرت والدك مسلم وإن والدك يقرئك السلام يا بني كأني بالطفل صارت تنظر إلى تلك المرأة وهي تقول هضيمة هضيمة والله هضيمة 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 والله هضيمة أنا صير من زغره يتيمة يتيمة أثار الأبو يا ناس وكم طفل